ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب فيديو النهاردة طلبتوه مني كتير جدا، ريفيو سيروم فيتامين سي من شركة ايفون. فانا النهاردة اكلمكم عن مميزاته وعيوبه وتجربتي معاه وكل حاجة عنه بالتفصيل. فلو حابين تابعوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بقدمها. ويلا بينا على الفيديو. واول حاجه هتكلم عليها وهو التعليب وكمان المكونات، وبعدها هكلمكم عن تجربتي معاه. اول حاجه هو بيجي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هما تقريبا غيروا الباكجين بتاعه. ده شكل الباكجين الجديد، ازاز شويه شفاف زي ما انتم شايفين. اول حاجه ما عجبتنيش فيه انهم غيروا الباكجين وبقى شفاف، بس بصراحه السيرم لونه شفاف ما تأكسدش لحد دلوقتي. هما في العبوة نفسها مش محددين تركيز الفيتامين سي. تمام كده، ودي شكل المكونات. يا رب تكون الصورة واضحة. اول مكون معانا هو المكون اللي بيدي القوام بتاع السيرم. تاني مكون معانا هو الكحول دينات، وهو الكحول الإيثيلي المعروف العادي بتاعنا. تالت مكون اكوا، طبعا المية، وبعد كده في جليسرين، وبعدها في الاسكوربيك اسيد. يمكن اكتر حاجه عجبتني انهم مستخدمين فيتامين سي الاسكوربيك اسيد، الماده الخام للفيتامين سي. يمكن اكتر حاجه عجبتني فعلا في المكونات. وباقي المكونات زي ما انتم شايفين هنلاقي في عندنا برفيوم، وفي مركبات كيميائيه مرطبه خفيفه جدا للبشره، وكمان في عندنا ماده الجيرينول، يا رب اكون بنطقها صح. ده المكون الرئيسي للزيوت العطريه زي زيت الورد، وفي كمان عندي الليمون. فالسيروم ده فيه زيوت كتير عطريه، وفي كمان ماده السترينول، ودي برضو سائل زيتي عطري بيستخرج من عشبة عطرية. تمام كده، ودي كانت مكونات السيرم. يمكن اول تعليق ليا على المكونات ان في كحول بنسبة عالية، لانه جاي في المكونات الاولانية، وكمان في برفيوم هو فعلا ريحته قوية ونفاذة. والحاجة زي ما انتوا شايفين السيرم لونه شفاف، وكمان ماسك نفسه شوية، يعني حطيت كمية شايفين ثابتة ازاي. تمام كده، لازم تكونوا عارفين اني محافظة على السيرم جدا، دايما حطاه في العبوة بتاعته، وحطاه كمان في التلاجة. فلحد دلوقتي لونه مغيرش، فمعرفش بعد فترة ممكن يغير ولا لأ، بس لحد دلوقتي لونه مغيرش شفاف زي ما اشتريته. زي ما انتوا شايفين البشرة امتصته تماما، هو بعد البشرة ما بتمتصه مش بيكون ستيكي خالص، عكس معظم سيرم فيتامين سي اللي انا جربتها، هو مش ستيكي، البشرة بتمتصه حلو جدا. تمام كده، ندخل بقى على اهم نقطة وهي تجربتي مع السيرم. اول حاجة لاحظتها معاه لما استخدمته في البداية، بصراحة كنت خايفة من فكرة ان في كحول وكمان الريحة بتاعته قوية ان يعملي تحسس او حبوب، بس بصراحة ما عمليش مشاكل ولا حبوب ولا تحسس ولا اي حاجة. اول حاجة لاحظتها معاه، لو خدتوا بالكم في الفيديوهات القديمة كان عندي اثر بسيط هنا من حباية كانت طلعالي. اول حاجة عملها فتح الاثر درجة واحدة، وبعدها لاحظت انه مفتحهاش تاني، يعني لما بدأ يفتح الأثر توقعت انه يبتدي يستمر التفتيح لحد ما الأثر بتاع الحباية يروح تماما، لكن لاحظت معاه انه بيقدر يفتح درجة واحدة وبعدها التفتيح بتاعه بيقف. يعني بعدها ما لاحظتش خالص ان الأثر حصل فيه اي تغيير. فعشان كده من ناحية تفتيح البقع او الأثار، هو بيفتح الحاجة في البداية تفتيح درجة مش اكتر من كده، وبعدها بيثبت مش بيفتح تاني. وتاني حاجة لاحظتها معاه لما كنت بستخدمه بالليل، كنت الصبح بلاحظ ان بشرتي فيها نضارة، وكنت بحس ان ملمس البشرة انعم مش ترطيب، ما حسيتش معاه انه بيدي ترطيب او بيعالج الاماكن اللي فيها قشور او جفاف، بيدي بس نعومة للجلد. وخلي بالكم لو بشرتكم فيها جفاف لازم 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 بعده كريم مرطب، لانكم لو ما استخدمتوش بعد كريم مرطب هتلاحظوا بعد فترة من الاستعمال انه بدأ يخلي ملمس البشرة يحصل فيه جفاف. فعشان كده لازم تخلوا بالكم ان سيروم فيتامين سي لازم بعده كريم مرطب، حتى لو حسيتوا في البداية انكم مش محتاجين، لكن بعد الاستخدام هتلاحظوا انه سبب جفاف للبشرة، ودي طبيعة سيروم فيتامين سي لانه حمض
فطبيعي انه ممكن يعمل كسور او جفاف للبشرة، فعشان كده بنتجنب الموضوع ده اننا نستخدم بعده كريم مرطب. ودي الحاجات اللي بس لاحظتها معاه، بعدها بدأت استخدمه بالنهار. بصراحة انا بحب جدا استخدام سيرم فيتامين سي بالنهار، يمكن مش محتاجة من سيرم فيتامين سي غير انه يحميني من العوامل الخارجية ويحميني من الاكسدة، وده اهم حاجة عندي، يمكن اهم من انه يديني نضارة او ترطيب او تفتيح. اهم حاجة في الوقت الحالي يحمي بشرتي من العوامل الخارجية، فعشان كده قررت اني استخدمه في النهار، لان البشرة في النهار بتتعرض للعوامل الخارجية وللأكسدة، وكل الحاجات دي هي اللي بتسبب الغمقان والتجاعيد. فعشان كده لو حابين حاجة تحميكم استخدموها في النهار عشان فعلا تحميكم من العوامل الخارجية، بدل ما يحصل أكسدة واسمرار وتجاعيد وبعدها ندور نستخدم حاجة بالليل تعالج الموضوع ده. فالأهم انك تستخدمي حاجة كوقاية للسبب مش كعلاج للمشكلة، فعشان كده قررت اني استخدمه بالنهار. وعشان تكونوا عارفين انا جربت انواع كتير من سيرم فيتامين سي اني استخدمها بالنهار، وبصراحة الموضوع منفعش، خاصة السيرم اللي بيكون لونه اصفر وبيتأكسد بسرعة. لما جربت اني استخدمه بالنهار عمل لي مشاكل وحبوب، وحسيت انه خلى بشرتي بتتأكسد اكتر او تسمر اكتر. لكن بصراحة الموضوع ده لما جربت في سيرم فيتامين سي اللي بيكون لونها شفاف ومش بتتأكسد بسرعة وبتكون كمان خفيفة، فكان الموضوع حلو جدا بالنهار، بالعكس عالة جدا الفعالية بتاعت السان بلوك. كنت بستخدمه طبعا لازم لو هتستخدميه بالنهار بعد سان بلوك، كنت بحس فعلا ان بشرتي ما بيحصلش فيها اكسده بسرعه ولا بيحصل فيها غمقان بسرعه، وكنت بحس ان بشرتي فعلا محميه من العوامل الخارجيه والاتربه وكل المشاكل اللي بنتعرض ليها بالنهار. فبصراحه من تجربتي معاه في النهار، سيرم فيتامين سي من شركه ايفون من السيرومات اللي ممكن تستخدموها بالنهار من غير ما تعمل اي مشاكل، وكمان فعلا فعالة جدا في استخدامها بالنهار، ويمكن عجبني اكتر استخدامه بالنهار. فعشان كده انا حاليا دايما بستخدمه بالنهار وبعده سان بلوك. اهم حاجة لو هتقرروا انكم تستخدموا سيروم فيتامين سي بالنهار انكم تستخدموا بعده سان بلوك او كريم نهار فيه نسبة حماية من الشمس. لو هتستخدموا بالنهار ومش هتستخدموا اي حماية بعده، بصراحة منصحكمش نهائي انكم تعملوا كده. تمام كده، ودي تجربتي كانت مع سيروم فيتامين سي من شركة ايفون. في شوية عيوب طبعا الباكجين، ودي اول عيب معانا. تاني حاجة في نسبة كحول عالية. تالت حاجة ريحته شوية قوية ونفاذة، بس بصراحة انا عن نفسي انا شايفة انه هو حلو بالنسبة لسعره. انا اشتريته ب175، فلو لقيته بالسعر ده او مثلا لحد 200 هيكون كويس جدا. وبس كده، وده كان رأيي فيه وتجربتي معاه، وكلمتكم عن كل حاجة لاحظتها معاه ومميزاته وعيوبه، وانتوا ليكم حرية الاختيار لو حابين تشتروه ولا لأ. وبس كده، وده كان الفيديو، يارب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ولو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبولي تحت في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. وشكرا ليكم ومع السلامة.